brain. هذه الجزيرة هي مصدر الاستغاثة. يبدو الشاطئ هادئا بما فيه الكفاية، لكنني أشعر أن هناك شيئا ما. ليس هادئا أبدا. الوضع صعب هنا. سيكون أصعب عندما نصل إلى الشاطئ. قوة بلاك توغلت كثيرا. وضعية البر. بسرعة تحركوا تحركوا. كورد، نحتاج إلى تغطية. فوراً. أجل، أحسنت يا فتى. إذا لم نقضي على صندوق الهبوط فسندفن هنا في هذا الخندق إلى الأبد. بيربي، جوز، وقت الإطلاقة الملتحمة. هل فاتني شيء؟ كادت تصيبك. حسناً، نجحنا، ولكن أنا متأكد هذا كان الجزء الأسهل. هنا. أتى حراس بلاك إلى هنا قبل عدة أسابيع، بنوا ذلك الحصن على الشاطئ واستولوا على البلدة. قوات ساحقة بقيادة شخص أو شيء لم أره من قبل. رغم أنني رأيت الكثير في حياتي، كنا نحاول المقاومة لكنهم أخذوا معظم السلاكز الأصلية وأخذوها إلى حصن في وسط الجزيرة لتحويلها إلى غيلان.
فشلت كل محاولاتنا في إيقافهم. بدون طاقة الإسلاك ستتدمر هذه الكهوف. علينا الوصول إلى ذلك الحصن وأطلاق سراح السلاجز بسرعة. أتمنى لو أن هذا سهل. عليك أولاً تجاوز هذا الحاجز على الطريق خارج البلدة. لا مشكلة. هذا الحاجز يجعل ما قاومته للتو أشبه بنزهة على الشاطئ، وهو الطريق الوحيد للوصول إلى الحصن. لكن عند تجاوز الحاجز يبدو لي أن ثمة طريقاً خلفية تؤدي إلى الحصن عبر هذه الأدغال. لو تسللنا من هنا قد نتمكن من تحرير السلاك دون مواجهة. أجل، لكن لو اضطررنا للجوء للعنف سنحتاج إلى كل سلاك لدينا ومن ثم المزيد. خذوا سلاك خاصتي. شكراً. ما اسمه؟ ومن يسميها؟ أنا أفعل. رائع. سأدعوك راكي. ماذا يفعل؟ يضربني. ليس لدي مسدس، لم أرى ماذا يفعل. حسناً، سنعرف عما قريب. حاول أن تستفيد منه بيربي. سأجمع فرقة، لم تعد المقاومة كما كانت، لكن لا يزال لدي بعض المقاتلين الأقوياء. شكراً، لكن عليك وفريقك حماية هذا الجزء من الجزيرة. لن يمانعوا الحصول على راحة، متأكد؟ تماماً، وفينا عند الحاجز بعد أن نجتازه. لنستعد للنزال، سنواجههم الآن. احذر بيربي، سيطلقون علينا الكثير من ذلك الحاجز. شتت انتباههم على الفور. هذا نحش، نحش مزدوج. أنت مدينوني وسأقدم لك مخلبا مشويا. أحسنت. أمستعد لميجا مورف بيربي؟ مرحبا. هذا راكي، لنرى ما يمكنه فعله.
نهزم ذلك الملاكم. هذا رائع أخيراً. رائع. أحسنت شين، سنتمركز هنا لحمايتكم من الخلف. بالتوفيق. شكراً. حسناً أصدقائي، لو أردنا مباغتة ذلك الحصن يجب أن ننطلق. المدخل الخلفي قريب جدا من هنا. كن هادئا يا صاح، بقدر حبي للمواجهة، إلا أن التخفي أهم أسلحتنا. يمكنني أن أؤكد لكم عن أهمية الصمت الآن. أحضر لي سبينر. يجب أن أضع هذا في مكتبة المقالب. لم نتمكن من التسلل بهدوء. أجل، أنا متأكدة من أن الجميع هنا يوجهون سلاحاً إلينا. حتى لو لم يكن الجميع، فقريباً سيصبحون. انظروا، إنه دارث بين. إنها قادمة. لقد كشفوا أمرنا، إنهم يفوقوننا عدداً، كما أن ذلك الضخم لديه مدفع لم أرى مثله في حياتي على الإطلاق. أم له من يظن أنه يستطيع التغلب علي بسهولة؟ لقد رأيت هذه في السابق. سريع عملية تحويل سلاك الأغول، أريد الانتهاء من آخر مجموعة منها الآن. أنا أيضاً شعرت بهذا بيربي. إنهم يحاولون سلاج إلى غول بسرعة كبيرة، فلنجد طريقة لاختراق الجدران.
أحتاج إلى وقت قبل استعمال الإطلاقة الملتحمة. ماذا عن ميجا مورف؟ بالطبع، لكن كيف أجعل هذا سريعاً؟ علينا استعمال المتوفر لدينا. أمستعد؟ لا أقصد استعجالك بيرفي، ولكن سيقضى علينا. أطلقك إلى الجدار وحسب. حسناً بيربي، افعل ما عليك. أحضروا الإنفيرناس وحولوه لغول. بيربي، علينا عبور التلة وتحرير السلاجز. ضحى بيربي بكل شيء من أجل هذا الكهف، وكل ما يطلبه منا أن نفعل ذات الشيء ولن نخذله. فلنذهب لإنقاذ بيربي وبقية السلاجز. روكي، متأكد؟ لا وقت أفضل من هذا لرؤية ما يمكنك فعله. لقد فعلها روكي، هيا بنا. وفروا السلاجز الأفضل لمواجهة دارك بين. أحسنت. الآلة قريبة من هنا، اتبعوني. هذه كلمة اتبعوني، أنني سألحق بكم. لا أباه من سأقضي عليه أولا، فلدي ما يكفي من الغول للقضاء عليكم. أطلق عليه كورد. لا أستطيع إصابته. لا، لكن ألهيته. شين صغير، لو كنت أبرأ شخص في هذا العالم فإن مصير سلكترا هو الهلاك. ابتعد عن تلك الآلة. لم تتم عملية تحويل إلى غول بعد. ماذا؟ سأسحقك كالحشرة تماما. ماذا تفعلين أيها السلاك؟ سوف لن تفعل شيئا داركين. لم ينتهي الأمر بعد، هذه ليست إلا البداية. Grrrr.
حسناً روكي، يبدو أنك أصبحت عضواً رسمياً في حزام الأخوة. نحن مدينون لكم. بدأ الكهف يشرق، ومع الوقت سيتعافى. يبدو أنه انتصار آخر لعصابة شين. لا، ليس كذلك. ثمة نداء استغاثة، عدة نداءات. بلاك يتحرك. ليس هذا الكهف وحسب، سيستولي على كل سلاك تيرا. حسناً، يريد المواجهة؟ سنواجهه ودارك بين وجهاً لوجه كما فعلنا للتو، ونريهما أن إرهابهما لن يصمد أمام جماعة شين. سلاك تيرا لن تسقط أمامهما. لطالما ظننا أن سلاك تيرا ستبقى كما هي، جميلة يعمها السلام، مليئة بالسحر والأمل. كل هذا تغير. الدكتور بلاك غير كل شيء. وضع خطته سرا، يحفر في عالم محرم لنقل الشر إلى عالمنا. وكلما جفت بير وجد أخرى. كل ما احتاج إليه هو تكوين جيش له. أجل جيش من الوحوش. ولم يتوقف عند ذلك الحد، فقد اخترع الدكتور بلاك تقنيات لا يراها معظمنا إلا في الكوابيس، وإنه يستخدمها ضد كل من يقف في طريقه. لا يوجد سجن في سلاك تيرا يستطيع احتجازه، لأن جماعة دارك بين يعملون لأجله هنا والآن. سلاك تيرا ستكون لي، ولا يمكنكم منعي أبداً. دارك بين ليس أسطورة، وهذه الأشياء ستفعل المستحيل لتجد طريقها إلى سلاك تيرا، حتى لو عنا ذلك تقديم الولاء للدكتور بلاك. هذا ما نواجهه، ونحتاج مساعدتك، ليس هنا فقط، بل في كل الكهوف التي استولى عليها بلاك. نحن جميعا لا نستطيع مقاتلة أولئك الدارك بين. أنا آسف لأنكم وحدكم. حسنا، انتهى وقت الخطابات، لنقم بذلك. لسبب واحد، جمع السلاكس. تريكسي انظري لهذا. الحراس كثيرون. ممتاز. تعتقدين أننا... أجل، هل تريد فعلها؟ حسناً، إنه سلاك خاصتك. حسناً. هل أنت مستعد روكي؟ برونت،
وجدتها لدى في الأعلى. طبعا، والمنظر من هنا جميل للغاية. ماذا؟ أشعر أن مفاجأة سيئة بانتظارنا. تراجعوا، ابقوا على الأسطح. ما بال هذه الوحوش؟ زادت قوتها كثيرا وسرعتهم. اركضوا بأقصى سرعة. دارك فين يملكون مدمرات معدلة بمسرعات تزيد من قوة اندفاعها. تلك الوحوش تتبع نفس أسلوب بيربي في طريقنا إلى ستلاجمايت 17. إن كانوا يستخدمونها فلا سبيل لمنافستهم. ليس قبل أن نحصل على تحديثات خاصة بنا. في الوقت الحالي لدي هذا. ها؟ الإطلاقة الملتحمة. علي الانتظار ليتم شحنها ثانية. ليس لدينا أي خيار. دعونا لا ننسى خطة الانسحاب القديمة. الرجال لا خيار آخر. ظننت أنه تم إخلاء الجميع. علينا نقل هؤلاء إلى منطقة آمنة. كيف؟ ما داموا يملكون تلك الوحوش الهائجة لا يمكننا لمسهم. من الجيد أننا نملك ميجا مورف أيضا. صديقي، إن كنت تفكر فيما أفكر ذلك مستحيل. هذه الشوارع قصيرة جدا لتنطلق بتلك السرعة. إذن علي الصعود إلى الأعلى. هنا. واو. وضعية الطيران. لا أحتمل مشاهدة هذا. شيلر دورك. وضعية الدراجة. أجل. ضربة موفقة بيربي، هيا بنا. دعهم يذهبون، سنأخذ السلجز التي أمسكنا بها إلى الدكتور بلاك. تحركوا. أمسكوا بالعديد من السلجز، لكن على الأقل خرج الناس بأمان. نعم، ولكن إلى أن نصبح متعادلين معهم في القوة فنحن لا نملك أي فرصة. يجب أن نجعل بقية السلجز تفعل ما تفعله أنت يا صديقي. دون القفز عن المباني؟ حسناً، ولكن ذلك نجح. حقاً؟ حسب ما أرى، إن السرعة هي المفتاح. اجعل أي سلاج وحش سريعاً بما يكفي، وستستمتع بقوة كبيرة عند التحول. لكنها ليست غيلاناً عادية، رأيت تلك الأشياء. أتوقع أنها أفضل غيلان الدكتور بلاك. هذا يفسر لما يستطيع بيربي القيام بذلك. لن تجد سلاج آخر بخبرته. حسناً، أستطيع المساعدة بالجزء الأول، السرعة. وربما لا. عززت قلب قوة هذا المدمر، وهذا لم يكن صعباً بالنسبة لقوي ماهر كصديقكم.
على كل المدمرات لم تصنع لتتحمل ذلك النوع من الطاقة. ألا يمكنك لحمها لجعلها أقوى؟ أتمنى ذلك، لكن هذا خارج اختصاصي، وتعلم ماذا يعني ذلك؟ أن نعود لزيارة ريد هوك. معظم الطرق المؤدية إليه ستأخذنا إلى الكهوف القابعة تحت سيطرة بلاك. ماذا؟ لا تنسوا أن البطل برونتو يقودكم إلى بر الأمان دائماً وأبداً. أرأيتم؟ ها قد وصلنا بسلام. هل يبدو كهف كويت لون أهدى من المعتاد؟ أين الجميع؟ آمل أن ريد هوك يعرف الإجابة. هذا إن كان المتذمر هنا. رائع، ها هو. يا أهلا ومرحبا بكم جميعا. لكن السؤال القوي، لماذا قدمتم إلي؟ منح السعادة؟ أكره الاعتراف بذلك، لكنني أريد المزيد من سلينجر سميثن. كنت أحاول تعزيز قلب قوة مدمراتنا، لكن كان... أين الجميع ريد هوك؟ ماذا تعني؟ يقصد أن البلدة تبدو فارغة. صحيح، ما رأيكم أن تتناولوا عصير ليمون وسوف أخبركم بكل شيء. هذا اقتراح رائع، فبرونتو يشعر بالظمأ، لكن آمل أن لا تكون الليمونادة حلوة، فبرونتو يحب بعض الحموضة. إيه؟ ألن نتناول الليمونادة؟ كلا. حسن الضيافة ليست من عادتي ريد هوك. المرء يتغير بين الحين والآخر، فلما العجب؟ تويست؟ كشفتموني، ربما تمكنتم من تجنب فخنا، لكنكم لن تتجنبوه. لا عجب أننا وصلنا إلى هنا بسهولة، كان ذلك فخاً. آسفة برونتو. أرفض قصتك المحتملة، وأفضل أن أعيش في الوهم على أن أعاني من التفكير بما قلت. هذا يفسر من أين حصل الدارك بين على مسرعات مسدساتهم. لابد أن بلاك يحتجز ريد هوك في قلعته. هذا يعني أن علي أن أخذكم إلى هناك؟ فرصتنا الوحيدة للتغلب عليهم هي استعادة ريد هوك، وهذه ستكون مهمتنا إيلاي. لنخرج من هنا أولاً. توجهوا إلى المخارج بسرعة. ما الخطوة التالية؟ لا ننفجر. أنا انتهيت من تلك الخطوة. هناك، اضربوا ذلك دون أن تسألوا. اقضوا عليهم. لحظة، أين إيلاي؟ هذه فرصتك، يجب أن تهربي. هيا أخرجي من هنا. لا تقلقي بشأني، هيا. يبدو أنك أمسكت بي. إما أنك بطل أو غبي.
هناك بعض الحقيقة في الحالتين. أنا أجزم بذلك. ما هي خطتك؟ مساعدة أصدقائي. لكن هذه الكلمة لا تعني لك شيئا، صحيح؟ سررت بمعرفتك. هيا. دكتور بلاك سيكون هنا ليقرر ماذا سيفعل بك. أخبره ألا يتأخر، لأنني إن شعرت بالملل سوف أغادر. أعرف أنك تظن نفسك راميا ماهرا، لكنك الآن مجرد سجين من دون السلق خاصتك وسلاحك. إنه جميل، سيكون مفيدا لأحد أفراد الدارك بين بعد إجراء بعض التعديلات. نحن هنا. وخرجنا. إنك طليق؟ تحياتي. أي طريق برأيك يجب؟ ما الأمر بيربي؟ حسناً اهدأ. سنتفقد ذلك. لا عجب أنك شعرت بطاقة سلبية. علمت أن بلاك يصنع أطناناً من الغيلان، ولكن هذا جنون. ماذا يفعل بتلك الغيلان؟ قبضنا على شيء. أحسنت، هذا رائع فعلا. أما الآن فنحن بحاجة إلى مزيد من الوحوش. اذهب. أريد أن أعرف ما وظيفة تلك الآلة، لكن علينا تحرير ريد هوك أولا. غرفة عليها حراسة، هذا يبشر بالخير. سوف أنتهي من هذه بشكل سريع إذا هدأت. لم تموت. ولم لا أكون كذلك؟ عندما أحضر الضخم سلاحك اعتقدتك ميت. هل قمت بتحديثه؟ هذا سيكون أسهل مما اعتقدت. علي إطلاق بيربي نحو الجدار و... أو هل جننت؟ أريد إضافة تعديل بسيط على سعته. لا أعرف ما سيحدث إذا أطلقنا النار. لم أطلق منذ مدة. ريد هوك، من كان يتوقع؟ إلهي، أمسك. أه.
أننا نملك شيئا مشتركا بيننا، وهو الهروب من زنزانات السجن. قلت أن مسدسي ليس جاهزا، كم يلزمه بعد؟ لما الانتظار يا بني؟ أطلق الآن. أعتقد أنه جاهز. الآن يجب أن نغادر. تمسك جيدا بهذه المرة. لقد هرمنا. بابليون ابتعد عني. هيا. هاي، لماذا تأخرت؟ قمت بجولة سياحية. لنذهب. قبضنا على شين. كيف قبضنا عليه بالتحديد؟ سنلاحقه. لا، ابقى معي. مع شحنة أخرى من سلاكز سيكون لدينا الوحوش الكافية لتدمير سلاك تيرا. اذهب للعمل. شكرا لقدومكم من أجلنا، لكن كيف عرفتم أنني سأكون هنا؟ لأن إلهي دائما يتبع غريزة البطل إلى الدين، للقيام بشيء غبي بطريقة الأبطال. هذا ما يظنه الجميع عني؟ في معظم الأحيان. المهم أن ريدهوك بأمان، وقد حصلنا على المسرع. الآن علينا حل مسألة السلاكس. سنعيد تقسيم مجموعاتنا وسنعود إلى الميدان بسرعة. جيد، وحالما تتساوى السلاكس مع دارك بين سنعود إلى هنا. بلاك يخطط لشيء خطير، أشعر بهذا، وأشعر أيضا بأننا الوحيدون القادرون على إيقافه. طالما تواصل هذه الغيلان الدوران، فإن سلاك تيرا على وشك أن تصبح ملكا لي أنا. منظر جميل. حين يلتقي ثقب تيرا مورتال بثقب وسط الأرض، سنري سلاك تيرا شيئاً أكثر جمالاً وإبهاراً. غضبنا! أجل يزعي! جميل. بلاستر وبلاجين يمكنهما فعل هذا بفضل هذه المسرعات التي أضافها ريد هوك. المسرع ليس كل شيء. ستان
فرانس عاجز عن ذلك حتى مع المسرع. السرعة تقذفه وحسب. آسف صديقي. بعض السلاجز جاهز لهذا والبعض الآخر لا. وكيف نعرف الجاهزة لهذا؟ أيتها السلاجز، اصطفي من أجل التفقد. بيركي، بانجر، ستانس، روكي، باساو، شيلر، جوز، سبينر، ساتس، سبوكر، غليمر، بيكر، بولو، كوبر، كينجلز، ديجر، مو، بيرنر، لاري، ماكي، سباركي، روكي. حسناً، الأمر كالتالي. بيربي، بانجر، شيلر، جولز، سبينر، أنت السلاجز التي يمكنها التعامل مع المسرع، لذا سأعتمد عليك كثيراً اليوم. قصة بولو والبقية، لا تقلقي، ستنجحين ذات يوم. بولو، باسو، انتظرا، هذا لا يعني أنكما لستما من السلاجز المفضلة عندي. سيأتي وقتكما، أنا أعرف. يمكن لأفضل السلاجز فعل هذا. إذن أؤكد لكم بأن ستينكي سينضم للبقية. الفلات يولا رينكس. ستينكي، لطالما عرفت أنك قادر على ذلك. أعترف بأنني كنت مخطئا. الآن نعرف وضعنا مقابل بلاك. آمل أن تنجح نظريتي، وإلا نحن نتجه إلى عش الدبابير دون سبب وجيه. كل هذه الغيلان في مكان واحد، من خلال وصفك لتلك الآلة يمكن أن يكون لها غرض واحد. إنه يتجه نحو ديب كافرينز. قتلنا جيشا من الدارك بين مرة، ولا أخطط لفعل ذلك مجددا. أجل، هذا رائع حقا، لكن الهجوم مباشرة على حصن بلاك غير القابل للاختراق يعني عدة أشياء: الشجاعة والجنون. يسرني أن هذا هو شعورك برونتو، لأن لدي مهمة مختلفة من أجلك. إذن أنت لا تريد اصطحابي؟ بالتوفيق برونتو. أجل، أتمنى ذلك. لنتقدم يا صديقي. لا نعرف متى سيقتحم بلاك، إذا لا يجب أن نجعل أي شيء يوقفنا. أظن أن هذه ستكون مشكلة. لا مشكلة أبداً. أنسيت أن أسلحتنا يمكنها التعامل مع الإطلاق المندفع السريع؟ مهلاً، هل تسمع هذا؟ الدمار، الأخطار، والأعداء بدأوا يقتربون. وأيضاً جماعة شين، إنهم يقتربون مع قوة إطلاق خطيرة. أنا متأكد من أننا نستطيع أن نشغلهم حتى يصل الدعم. أصبح واضحاً لماذا اختارني إلي لهذه المهمة الخطيرة، لأنني شجاع وذكي جداً. الشيء الوحيد الذي لا أستطيع معرفته، لماذا وافقتك الأبله دون أن أناقشه حتى؟ متأكد بشأن هذا؟ لا، وأنت؟ لا. إذن لنفعل ذلك. هذا بيني وبينك بلاك، لا يجب أن يتضرر أحد آخر.
سيكون هذا بيني وبينك، لكنني أؤكد بأن أصدقائك سيعانون أيضا. من انطلق؟ انطلقوا هيا. ماذا؟ إيلاي اذهب، سنهتم بالأمور. تريكسي كورت، وقت العرض. ها؟ لا، يبدو أنني وصلت متأخرا. بدأ ذلك بالفعل. نحن لم نبدأ بعد إلى عشرين، لقد انتهى الأمر. انتبه كورت، تحرك. التي الجميلة، أحبك، سوف تندم على هذا الآن. علي أن أشكرك، لو أنك لم تريني أنت وذاك التافه الطريقة لما عرفت كيف سأحدث غيلاني. كي تستخدمها لتدمير منزلك؟ أرجوك ليس الآن. وسعت هذا الحصن، الإمبراطور يستحق قصراً، ألا تعتقد؟ أنا أتحدث عن سلاك تيرا، ماذا سيفعل الدارك تيل بعد وصولهم إلى هنا برأيك؟ يلعبون السلاك بول؟ سينفذون أوامري وسينتهي أمره قريباً. أجل، نهايتنا جميعاً. لا، ليس كما تظن، بل أنت فقط. كور، لا أعرف أين أصور. أنت مثيرة للشفقة. لنتقاتل. ريتوك قال إنه لم ينهي صنع المزيد من المسرعات. أمر مؤسف، كان يكذب. مسرعي، هل الشادو كلان ما زال موجودا عند بوابة الجارديان؟ إذا لا شيء يمنعنا من الاندفاع عبر هذا المدخل إلى سلاك تيرا. لقد انتظرنا 1000 عام، وقريبا سنحصل على سلاك تيرا. والدك تبارزنا كثيرا، وقد تكون أنت أفضل منه، لكنك لن تهزمني. أنت لا تعرف مدى براعة بلاك. ها.
ما كنت ستصمد هكذا لو كنا في ديب كافرنز. لست هناك، لكن إن كنت من هناك سأكون مسرورا لإعادتك. هل تعتقدين أن كائنات ستاغ الخاصة بك تجعلك قوية؟ أنت مثيرة للشفقة. أتعلم؟ بالنسبة إلى شخص يطرده الأشخاص من سلاك تيرا، حتماً تحب تلقي الأوامر من بلاك. تعتقدين أننا نخدمه؟ ربما حالياً، لكن قريباً حين يظهر بقية إخواني ستكون الأمور مختلفة كثيراً بالنسبة إلى الجميع. أوه للأسف. سأطلق عليكم الفتيتك. أجل، إنها ابنة الفتاكة وقوتها أضعاف مضاعفة. ماذا؟ لا لا، يبدو أننا كنا نحرس الطريق الخاطئ، لكن بفضل المولينويد يمكننا تصحيح الخطأ الآن. لا أعرف ماذا قلت، لكنني مسرور لأنك هنا. رجاء لا داعي لشكري على إنقاذكم وإنقاذ سلاكتير. أنا برونتو، متواضع بطبعي، وأشعر أنني نسيت شيئاً ما. هيا علينا أن نساعد إيلاي. دعوني أتذكر، ملأت معدتي وأنقذتكم. ترى ما الشيء الذي نسيته؟ ها؟ باسو، بولو، أخبرتكما أنكما من المفضلة لدي. الإطلاقة الملتحمة نجحت. نجحت؟ لقد قدمت أفضل ما لديك وفشلت. سلاك تيرا على وشك الانهيار، انظر إلى تيرا بورتل. هجوم هجوم. لما تضحك؟ نحن السبب. تأخرتم، لقد انتصرت. مرحبا يا أحبائي، لم أتوقع قدومكم. يستمرون بالقدوم. لن نستطيع إيقافهم. انظر ماذا فعلت، ستدمر سلاك تيرا برمتها. سأحتاج إلى السلاكس. وأنا سأحتاج إلى طبيب. مهلا، لقد تذكرت الآن، شدوك لأن أعطوني هذا أيضا. داك معالج. لا صديقي، أهلا بعودتك. ماذا؟
لا لا، أصلح هذا فورا. ماذا؟ استسلم بلاك، انتهى الأمر. لا، أسمح لك. إيلاي، لا! إيلاي! أنقذ نفسك بيربي. ماذا يفعل؟ لا! يحاول إغلاقه. توقف، إيلاي هناك. ستموت معي. قل وداعا لسلاك تيرا وألقي التحية على ديب كافرنز. أتريد أن تفسر؟ ما الأمر كارد؟ لقد كان يغلق الآلة وأنت كنت هناك. سامحني يا ابن شيرين، لقد كان تصرفي من أجل مصلحة سلاك تيرا. أعرف، فعلت ما توجب عليك فعله. لقد تم تجديد الحاجز، ومن دون غيلان فإنه لن يدمر مجددا. إذن الأمر انتهى؟ دارك بين وبلاك ذهبوا؟ أجل، بفضلك أنت ورفاقك، شكرا لكم. هيا صديقي، هل ستعود إلى السطح؟ لتكن عاطفيا، بالطبع سيعود، وذلك بعد أن تعلم كيف يتعامل مع الجميع. لهذا وصلنا إلى المخرج. مستعد؟ ألا يوجد ما نقوله لتغير رأيك؟ شكراً على كل ما قلتموه لي أثناء الطريق، لكن هذا ما علي فعله. إنها النهاية، هذا وداع. ماذا؟ لم تتوقع أن أترك قناة كبيرة إلى السطح ليجدها أي شخص، صحيح؟ إذن ستبقى. عرفت ذلك. لا أصدق أنك فعلت هذا بي. أنتم محقون، ما زالت سلاك تيرا بحاجة إلى شين. هذه دياري وأنتم عائلتي، لن أذهب إلى أي مكان، ولكن ربما علينا تأجيل العناق. نؤجل العناق إلى ما بعد المعركة.